السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكه سمنان للنواعم. اليوم جينا بوصفه جديده، راح نديروا فطائر المقلاه السريعه، تجينا خفيفه وبنينه واقتصاديه في نفس الوقت بدون لحم او دجاج. من اسهل الوصفات اللي تقدروا تديروها خاصه في الصيف ولا في العطل، بما انه رانا في العطله تقدروا ديروها لاولادكم مع حشو اقتصادي وبنين. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم. رايحين نروحوا مباشره للمقادير، مقادير مضبوطه ان شاء الله. رايحين نحتاجوا بسم الله على بركه الله، رايحين نحتاجوا 6 كؤوس من الفرينه او الطحين الابيض. الكاس المستعمل هو 150 ملليلتر. الفرينة تاعي كنت غربلتها مرة واحدة. عدنا نصف كأس من الزيت، عدنا بياض بيضة، عدنا الماء الدافئ اللي باش نلمو العجينة. كمية الماء راح تبقى لكم على حساب كمية الفرينة اللي درتوها ونوعية الفرينة اللي درتوها. عدنا ملعقة كبيرة ملؤة جيدا من خميرة الخبز، ملعقة كبيرة ممسوحة من السكر، نصف ملعقة كبيرة من الملح. كل المقادير راح تسيبوها مكتوبة في صندوق الوصف بالتفصيل. اللي ما يعرف صندوق الوصف فقط يضغط على العنوان، راح يخرج له صندوق الوصف فيه كل شيء بالتفصيل. راح نخلطوا كل المكونات هذه مع بعض. درنا الفرينة كنا غربلناها مرة واحدة، ضفنا معها ملعقة كبيرة من خميرة الخبز. بما انه راهو بارد الحال يعني الملعقة لازم تكون معمرة مليح، اذا درتوها في الصيف راح تكون ملعقة ممسوحة، ما تكتروش خميرة الخبز باش لانه في الصيف تختمر ثمثم، ما تشدش بزاف الوقت، لكن في الشتاء راح تشد الوقت. ديروا ملعقة مملوءة جيدا من خميرة الخبز مع ملعقة كبيرة ممسوحة من السكر. نخلطوا مليح المكونات هذه مع بعض. راح نضيفوا معها الزيت. هنا اهم حاجة انه الزيت لازم تتبسس مليح الفارينة تاعنا، يعني الزيت تدخل مليح في الفارينة. راح نضيفوا بياض البيض. هنا كما تعرفوا انه بياض البيض يمد خفة للعجين والعجين تاعنا تجينا خفيفة، راح يلعب دور المحسن في العجينة ولا في الخليط. خلطوا مليح المكونات هذه. راح نضيفوا كميه الملح في هذه المرحله. من اسهل واروع الوصفات اللي تقدروا ديروها، يعني وحدهم هذو الفطائر راح يكونوا وجبه عشاء، يعني تقدروا ما ديروا معاهم والو وتكون وجبه كافيه ووافيه وسريعه واقتصاديه، يعني بمواد متوفره، بمكونات ولا مواد متوفره في المنزل. يعني ماشي لازم يكون عندنا اللحم ولا الدجاج باش نقدروا نديروا فطائر ولا لي ساندويتش ولا بامكانيات، يعني تكون كل واحد واش متوفر عنده في المنزل. راح نبداو نلمو العجينه تاعنا بالماء الدافئ. دائما الماء نضيفوه تدريجيا، يعني ما نضيفوش الماء مره واحده باش من بعد ما نبقاوش نزيدوه في الفارينه وتتخلطنا المقادير. هنا نبداو نضيفو في الماء تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينه تكون مازالها تتلاصق في يدينا، يعني قليلا فقط كما راكم تشوفوا تكون طريه ومازالها تتلاصق قليلا في يدينا، يعني ما تلاصقش بزاف، تكون يعني ما نشبعوش العجينه تاعنا بالفارينه هكا باش يجينا الخبز تاعنا خفيف، يعني تحسوا العجينه تاعكم مازال تتلاصق. راح نتركوا العجينه تاعنا حوالي دقيقه او دقيقه ونصف حتى نتحصلوا على عجينه تكون الملمس تاعها ولات ملساء، عجينه ولات ملساء. راح نديروا هذه الطريقه للعجينه تاعنا باش تولي العجينه خفيفه، يعني هذه الطريقه كي نخطو العجينه هكا راح تمد خفه للعجين، يعني من ملمس العجين فقط راح تحسوا باللي راهي عجينه طريه وخفيفه، يعني شوفوا العجينه يعني كيفاش راهي طاريه لدرجه ما تصوروش، يعني من اروع الوصفات. راح نجيبوا الغيسيبيون تاعنا ولا الاناء تاعنا، راح نمسحوه بكميه قليله من الزيت باش العجينه تاعنا ما تلصقش في الاسفل، والزيت تعاون انه الخميره تعاون انه العجينه تاعنا انه في عمليه الاختمار. نمسحوها من فوق كذلك، يعني الزيت دائما في الاخير تخلي العجينه تختمر بسرعه. راح نغطيو عليها بكيس بلاستيكي غذائي ونخليوها تختمر. راح تاخذ معكم من ساعه الى ساعه وربع، بما انه رانا في الشتاء كما قلت لكم يعني راح تاخذ شويه وقت باش تختمر. هنا بعد ما تختمر العجينه تاعنا بهذه الطريقه راح نديغازيو العجينه تاعنا. هنا الاختمار لازم تخليوها تختمر مليح، يعني لازم يضاعف الحجم تاعها كليا. هنا راح نبداو نهبطوا العجينه تاعنا، راح نمسحوا سطح العمل بكميه قليله من الزيت باش ما تنشفش العجينه وباش ما تلصقناش العجينه وباش ما نضيفوش الفرينه باش ما تزيدش العجينه ترفد كميه كبيره من الفرينه وتنشف العجين.
راح نشكلوها على شكل حربوش. هنا حبيتوا تقسموها عينك هي ميزانك، يعني على حسب انتم الحجم اللي حبيتوه، ولا توزنوها. انا بالنسبه لي وزنتها 130 غرام، يعني درتهم شويه كبار لانه درتهم كوجبه وحدهم للعشاء. وانتم ديروا واش تحبوا، اذا درتوهم مع حساء ولا شوربه ولا رافقتهم بحاجه ديروهم صغار. هنا كما قلت لكم كنت وزنتهم 130 غرام. هكا حتى نشكلوا كل الكرات تاعنا. من جهة أخرى كنت حطيتهم في هذا الصينية، هنا كنت مسحتها بالزيت قبل ما نحط عليها الكرات، هكا باش الكرات تاعنا ما يلصقوش كالعادة. وراح نغطيهم كيس بلاستيكي غذائي من فوق، يعني باش ما ينشفش العجينة وما تشكلش هذيك القشرة اللي تجي من فوق. ورايحين نبداو نفتحوا العجينة مباشرة، نمسحوا سطح العمل دائما بكمية قليلة من الزيت ونبداو نفتحوا العجينة تاعنا. هنا كما قلت لكم يعني عطاتني كمية حوالي 7 خبيزات، يعني 7 فطائر. وانتم اذا درتوهم صغار، يعني انا درتهم كحجم كبير، انتم اذا درتوهم صغار راح تخرج لكم اكثر. هنا بالنسبة للحشو كنت درت صلصة الطماطم، هي نفس صلصة البيتزا، راح نديروا القليل منها، يعني ما تخليش الخبيزات تاعنا ولا الفطائر تاعنا يجيو ناشفين. هنا عندي فلفل مشوي، هنا سواء ديروا الحار والحلو ولا ديروا الحلو وحده على حسب نتوما واش توفر عندكم واش حبيتوا. هنا الفلفل هذا كنت شويته ودرت له الملح والفلفل الاسود. هنا كان عندي شويه بصل كنت درته في المقلاه، يعني حمصته شويه في المقلاه ودرت له الملح والفلفل الاسود كذلك، رشه فقط من الفلفل الاسود، ما نكثروش الفلفل الاسود. هنا اذا حبيتوا بصل اخضر تقدروا ديروا بصل اخضر بدل البصل المحمص. هنا عندي كميه من البطاطا كنت قطعتها رقيق وقليتها. يعني حشو سهل وان شاء الله يكون متوفر في كل البيوت، ومن اروع انواع الحشو اللي تاخذوه بنين يعني في نفس الوقت. يعني الساندويتش تاعكم يجيكم مشخشخ، يعني يجي مشمخ. انا درت رشه من المعدنوس، راح ندير كميه من الجبن. انا استعملت هذا الجبن المتوفر عندي، نتوما اذا استعملتوا حبيتوا تستعملوا الجبن المبشور تقدروا تستعملوا الجبن المبشور، ولا تستعملوا الجبن هذا المثلثات والجبن المبشور، يعني على حسب المتوفر عندكم كل واحد يدير واش عنده. اهم حاجه هي العجينه تاعنا، والحشو يبقى اختياري، تقدروا ديروا الحشو اللي حبيتو. لازم نغلقوا مليح الاطراف ونحطوها مباشره في المقلاه. هنا بالنسبه للعجينه لازم تفتحوها شويه رقيقه لانه فيها الخميره راح تزيد تخشن لكم شويه، يعني من الاحسن تفتحوها شويه رقيقه هكا وتطيب على الجهتين، يعني خليوها على نار متوسطه، اقل من المتوسطه او متوسطه هكا باش تطيب العجينه من الداخل، ماشي غير تحمر وتبقى لنا نيه في البلطاسف. هنا نخليوها تحمر من جهه وتزيد تحمر من الجهه الاخرى وتكون واجده وجاهزه معكم. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم، نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، والى الملتقى.